السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. وحشتوني والله يا جدعان. قبل ما نقول لكم وحشتوني الكلام ده كله، نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا كده في كل حاجه ان شاء الله. طبعا يا جدعان اسف على تاخير 3 ايام ما بنزلش فيديوهات، بس معلش كده كنتش فاضي والله. النهارده يا جدعان حلقه جميله وحلقه ناس كتيره هتبقى حباها وناس كتيره بتسالها لي في الكومنتات، ازاي نتعامل مع الحمام اللي بيركن وازاي ما نخليش ان الحمام يركن. فده موضوع حلقتنا النهارده يا جدعان، هنشوفه بالتفصيل وايه اللي بنعمله مع الحمام عشان خاطر ما يركنش، وطبعا كله عملي واحده واحده مع بعضينا. يلا بينا. وقبل اي حاجه، قبل ما نقول يلا بينا، لو انت لسه ما دوستش لايك دوس لايك. عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده 500 لايك، وباذن الله يا جدعان خلاص احنا داخلين على 9000 وانا استلم 100 مشترك على 9000. فلو انت لسه بتتفرج علينا جديد وما اشتركتش في القناه اشترك عشان خلاص داخلين على 9000 من غير رغي كتير. يلا بينا يلا بينا. بدايه كده يا جدعان، طبعا ده الحمام اللي احنا هنفتح له دلوقتي وهنتعامل معاه. ده اعتبره حمامك انت او حمامك اللي في الغيه، تمام؟ انت دلوقتي طبعا بتحبسه طبعا في بيبان، هو الافضل ان انا طبعا ان شاء الله يا جدعان هبتدي من النهارده باذن الله كل فرد هياخد باب، وهبتدي اتعامل بقى معاهم معامله الدكتوره صح، لان انا كنت سايبهم الفتره ديت بسبب بس قله وقت، بس خلاص هبتدي من النهارده كل واحد هيبقى في بابه. المهم الاصل ان كل فرد حمام يبقى في الباب بتاعه، تمام يا جدعان؟ دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يكون في ميعاد مثبت للكلفه بتاعه الحمام. انا الميعاد الكلفه بتاع الحمام ده بديهولهم المغرب يا جدعان، باكلهم المغرب. حتى انت لو تبص الارضيه اهي ما فيهاش نقطه اكل. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ صل على النبي. انا الحمام دوك امبارح انا ما حطيتلوش اكل، امبارح ما حطيتلوش اكل، يا دوبك حطيت له حفنه صغيره قوي ان هي بس تسد معاه الجوع، بس مش اللي هي تشبعه. ليه؟ هنعرف مع بعضنا دلوقتي. انت لو حمامك بيركن وبيطلع شبعان، الحمام مش هينزل من المركن غير لما يبتدي يجوع، او هينزل خلاص هو الليل بيبتدي الليل عشان يحبس في المكان بتاعه او البيت بتاعه. دي حاجه. طيب دلوقتي انا عشان اخلي الحمام يحب الظهر بتاعي وما يتنقلش للمركن بنعمل ايه؟ طيب اول حاجه هنعملها مع الحمام دوت انه زي ما قلت لكم هنبيته يوم من غير اكل، هنبيته يوم من غير اكل زي ما انا عامل مع الحمام ده كله. وتعالوا دلوقتي نفتح شبكه الامرايه ونقول لكم هنتعامل ازاي بردك عملي. كله هو يا جدعان مع بعضينا. طيب قبل بس ما افتح الشبكه كده يا جدعان، انا ايه جاهزه على الفتح. الدكر العبس ده امبارح هو الوحيد اللي راح ركن. الحمام ده يا جدعان انا عطيته فزعه امبارح، طلع ولف والدنيا دي كلها كله نزل الا الدكر العبسي. فطبعا ده هنعمل بقى معاه ايه دلوقتي عشان خاطر ينسى المركن وان احنا يحس ان عمل حاجه غلط وعاقبناه؟ هنقوم جايين كده اهو، مسكنا الدكر العبسي اهو هنحطه في الدشار، تمام اهو حطيناه في الدشار. هنفتح كده يا جدعان الشبكه، هو الوحيد اللي هيبقى في الدشار. طيب هنقول لكم السبب ايه دلوقتي، تمام؟ هنقول لكم السبب ايه دلوقتي. وطبعا يا جدعان واحد بيقول لي لم الشبكه، انا هلمها بس ايه، عايز بس اعملها زي بيت كده تبات فيه، بس دي مش موضوعنا دلوقتي. دلوقتي يا رجاله بص حبه حمام اتفتح امك، ما علينا. دوت كده هيبقى شايف الحمام ده كده كله طالع نازل، تمام اهو الحمام بيبتدي يطلع اهو يا جدعان، تمام اهو هيشوف الحمام قصاده طالع نازل، والبني دي اهو يا جدعان ده اتشار اهو بيطلع لوحده اهو، تمام؟ هيشوف الحمام قصاده طالع نازل، وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. استنوا بقى معايا الحمام كله يطلع على الظهر وهوريكم هنتعامل معاه ازاي. طيب دلوقتي يا جدعان الحمام ابتدى كله يطلع على الظهر. طبعا الحمد لله الحمام عندي ما بيركنش، هو الدكر ده بس اللي امبارح مش عارف راح ركن ازاي، ما علينا، بس دي اللي انا بعامله معاه. طيب دلوقتي انا ليه بقول لك الكلام ده كله؟ انا بعرفه لك دلوقتي، بعمله لك عملي، انت هتعمله نفس اللي بعمله ده. الحمام كده جعان، فبنعمل ايه بقى؟ دي كده الكلفه بتاعتنا ايه، تمام؟ بص الحمام تلاقيه ينزل اول ما شاف الكلفه، لا بص هنعمل ايه بقى؟ كده على الظهر اهو، بصوا على الظهر كده اهو. تحبب الحمام في الظهر، تحببه في الغيه، ما تخوفوش اهو. بص بترمي له الكلفه الحمام رايح جاي عليها اهو، بص اهو الحمام ايه بياكل على الظهر.
كده انت بتعشقه الظهر، بتحببه في الظهر، بتحسسه انه ده الامان، ده المكان اللي هو بياكل فيه وبيشبع، ده المكان اللي هو لو راح ركن مش هيلاقي اكل، لا ده المكان اللي بيلاقي فيه الاكل. تمام اهو اهو، تلعبه بقى ايه كده، حبه بقى في الجنب ده، حبه في الجنب ده، حبه في الجنب ده، بتحببه في الظهر كله. طبعا الحمام هيبتدي ايه ينزل ويطلع. تمام، ممكن مره بص نعمل كده اهو، بص اهو اهو حمام ايه بينزل زي ما احنا شايفين اهو، الحمام بينزل اهو. بعد كده اما يجي يطلع طبعا الكلفه هتخلص من على الارض، انا عايز بس ايه عشان دي حبه كلفه كده تحت الصاج بس، هيبتدي الحمام يطلع ايه تاني. تقوم انت رامي له كلفه على الظهر، تفضل ماشي معاه الموضوع ده كذا يوم، بس في اوقات قبل المغرب بنص ساعه بساعه، اللي هو الاوقات ان هو حتى لو راح ركن هينزل على طول. تمام، تبتدي ماشي معاه الموضوع دوت كده اهو، او الحمام كله ابتدى ينزل تاني كده. انت كمان لو في دشار، يعني انا اهو الحمام ده في الاثنين البنادق ده، البنيدي ده والبنيدي ده والذكر الاسترالي دوت اهو اللي هو حط يا جدعان اهو، دول دشار بردك انت بتعشقهم بردك رغية اكتر، كل ده بتعشقه اكتر. بص هيبتدي يطلعوا تاني اهو اهو، الكلام كله عملي قصادكم، الحمام هيبتدي يطلع وينزل. ده بقى طبعا ده كده بيتعاقب، ولا بياكل وشايف الحمام نازل طالع، ده كده بيتعاقب. ده هيمشي معاه الموضوع ده يومين ثلاثه في الدشار، وهو لو راح الحمام كله ركن هو مش هيركن، وكل ده باذن الله هنشوفه معانا في الفيديوهات اللي جايه. تمام يا جدعان، بس بتمشي معاه الموضوع دوت كده مع الحمام لغايه اما ايه يبطل يركن معاك، وان شاء الله مش هيركن. بس انت اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه تاني مره الحمام ما تقعدش تفزع فيه ولا ايدك تاكلك عليه. تمام، الحمام زي ما بقول لكم ما تفزعش فيه ولا ايدك تاكلك عليه. بس اهو يلا اهو، طبعا ده قرار شر عشي الغية، خلاص الحمد لله رب العالمين، مع انه كان طاير في الغية اللي جنبية ديك يا جدعان، هو مش طاير يعني، هو كان جايبينه جديد عمال يلوش، فالحمد لله ثبتناه هنا اهو. هو بردك لسه ما ثبتش اللي هو الدرجة اللي هي، بس خلاص حب المكان. طبعا الحمام كله قاعد تحت مستني سنة كلفة، وبص هو ده عايز ينزل. بس بقعد بقى انا العبهم كده يا جدعان بالكلفه، حبه على الظهر، حبه في الارضيه، انزلهم واطلعهم، احسسهم بالامان واحببهم في الامان واحببهم في المكان، واخلي المكان ده هو الامان بتاعهم. تمام يا جدعان، يا رب بس تكون استفدت من الفيديو، والفيديو يكون عجبك. او الحمام نازل طالع، حمام اهو بتلعبه بالكلفه، الحمام بيطلع سخن، الحمام ما بيطلعش ايه شبعان رائد على الظهر. تمام كده انت بتسخن الحمام اهو نازل طالع. تمام يا رجاله، فده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكون استفدت منه. فيديو حلو، فيديو يعني لو في اي ملحوظه او اي حاجه عايزين اقولها لكم يعني قولوها لي في التعليقات، وانا باذن الله هرد عليكم واعملها لكم في الفيديو. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.